حد سمع صوتك يعني بتدبر لي ايه تاني يا شهد؟ انت اول ما كلمتني يا مروان جيت لك على طول. ايه كنت ناوي تقعدي في مصر على طول؟ بصراحه مش عارفه يا مروان، بس قلت ابعد عن الدوشه شويه. انا عايز اعرف ايه اللي في دماغك. ولا اي حاجه، انا لو في دماغي اي حاجه ما كنتش جيت لك لحد هنا. تعرفي انت الوحيده بنات عمي اللي محيراني بقى، مش عارف انت ناويه لي على ايه. انا مش ناوي على اي حاجه يا مروان، انسى بقى. اقول لك على حاجه، فلوس فريده كلها خدها، انا مش عايزاها. فلوس ايه؟ انا مش عاوز اي حاجه. اما اتفضل يا اما اتفضل. ازيك يا مروان؟ الحمد لله على كل حال. يا اما تسلم ايدك. اتفضلي اتفضلي. تسلم يا حبيبي. امي يا بنتي يا شاهد، سلمي على اما جبريه. أم جبرية؟ آه يا بنت، أم جبرية أختي وحبيبتي. بص يا مروان، لو فاكر إنك هتقدر تخصبني على القعدة هنا يبقى بتحلم، ولو فاكر إنك ممكن تخصبني إن أعمل حاجة مش عايزاها هتبقى غلطان. وإنت مجرب شهد وعارف إن محدش يقدر يدوس عليها. دماغي سعدية بقى، تعمل إيه؟ إيه يا ست السعدية؟ اتعدلي في كلامك واتكلمي مع الكبير كويس، فاهمة ولا لأ؟ وشوفي هو عايز يقول ايه. انا عاوزك تهدي وتسمعيني كويس قوي. انا طبعا كان نفسي ان الكل يكون موجود، لكن شاهد كفايه، لان عارف انها بتعرف تحسب كويس قوي كل واحد ليه ايه. الورق دي الصغيره والكبيره عايزك تقعدي على رواقه وتجريه وتشوفي ليكم كام، وكل واحد هياخد حقه كامل مكمل يعمل فيه اللي هو عاوزه، واللي عاوز زيادة رقبتي سدادة. ايه رأيك يا ماما؟ كلام موزون وجميل وكان لازم يحصل من زمان. أخدان الحق يا بنتي بيريح النفوس وما بيخليش فيه عداء بين الأخوات وبعضيها. وانت يا مرات عمي؟ اللي يقوله مروان ماشي، بس بس ايه يا جبريه؟ وحسن في النصيب ولا انت طلعت اخوك من الحزب ولا ايه اللي في دماغك؟ قولي. دماغه؟ دماغه توزن بلد ما شاء الله. وبعدين انت زعلانه ليه؟ ما انت هتاخدي حقك انت كمان. انا بتكلم مع ولدي ونصيبي مع عيالي، عايزهوش. سبحان الله، اشمعنى دلوقتي يا مروان بقى خروج الحق هين وسهل قوي عليك كده؟ ما تقول لي انت بقى ناوي على ايه؟ انا عايز كلنا نعيشوا مع بعضينا، مش عايز اي حد يشيل من التاني، سامعاني؟ لا انت خايف يا مروان. ولادي ما بيخافوش، ولاد عبد الحكيم قلبهم حديد. لا خايف يا مرات عم، انت خايف على ابنك بس يا مروان، خايف للاخوات تكبر وياكلوا في لحم بعض، خايف لابن شمس يكبر ويجي يسأل له حق فين. وابن فوزية كمان اول ما هيكبر ويتعلم المشي هيجي هنا ويقول اشمعنى العز ده كله عايش في نوح وانا لا. عرفت انت خايف على مين يا مروان؟ على ابنك وبس. هو ده اللي انا خايف منه. واحنا بقى مش هناخد اي حاجه. مش هناخد ايه؟ خدك ربنا يا بعيده، بعيده ليه؟ يا قريبه وجنبي، انت جننتي يا بنت؟ بعد ما الراجل يقول لك ناخد حقنا، تقولي احنا مش هناخد اي حاجه؟ اللي سمعتيه، مش هناخد اي حاجه. سمعت الرعد في ودانك. فاكر يا مروان زمان لما كنت بتقولي الارض لو اتقطعت بارت، والفلوس لو اتوزعت ما بقاش ليها لازمه؟ احنا بقى هنعمل اللي انت كنت عايزه واللي احنا كنا دايما رافضينه. كل واحد فينا هيعرف حسابه ايه. بس محدش هياخد ولا مليم، كل حاجة هتبقى في إيدك أنت، هتبقى أنت الكبير. البيت الكبير كان كبير يا مروان علشان عم عبد الحكيم كان كبير البلد، الكل كان بيحبه وبيقوله نعم وحاضر، مش عشان خايفين منه، عشان كانوا بيحبوه. البيت اللي مالوش كبير بيبقى مخوخ، بيت ضعيف، أي شوية هوا يجوا يوقعوه على الأرض. وعشان كده بعد موت أبويا وعمي البيت وقع بقى شوية رماد يا مروان.
مروان انت الكبير وانا في ظهرك. انا ما قتلتش فريده ولا جيت جنبها. وفلوس انا مش عايزاها، خدها كلها. واللي مش عايز يسمع الكلام ده مع السلامه. سبحانك إني كنت من الظالمين. امشي قدام اطلعي. عايز افهم بقى كل اللي انت عملتيه تحت الجنان الرسمي اللي انت قلتيه ده ايه؟ عايزه تفسير لي اللي حصل. ولا حاجه، كل الحكايه اني فكرت صح. نعم يا اختي فكرتي صح. فكرتي في ايه؟ فكرتي ان انت تضيعي حقك وحق اخواتك، تدوسي على كل اللي احنا عملناه برجليكي، تجننتي يا بت. عملنا ايه يا كريمه؟ اتعدلي. عملنا ايه يا ماما؟ اقول لك انا؟ مش عايزه اشوفك ولا اسمع حسك. اخفي من قدامي، اخفي. لا انا هقول لك. الفلوس يا ماما خرجت اوحش ما فينا، خلتنا كلنا بناكل في لحمه بعض. اللي سجن زينب حر ومش عارفين نعمل له اي حاجه، وشاطرين بس قاعدين بنحاسب بعض على اللي فات. وانت بقى يا ست هانم باللي انت بتعمليه ده هترجع حق ابوكي وحق زينب؟ زمان يا ماما واحنا في المدرسه كانوا بيعلمونا درس كنا بنضحك عليه واحنا صغيرين، بس صدقيني لما كبرت عرفت ان هي دي الحقيقه وهو ده الصح. ان العود لما بيبقى لوحده بيتكسر بسهوله، والحزمه لما تبقى عدان محدش بيقدر عليها ولا بيعرف يكسرها. كل واحد لف على حد في العيله دي كان عارف ان مفيش في ظهره حد ولا حد هيقف له. محرم لما لف عليا كان عارف ان مفيش في ظهري حد ولا عندي كبير. وريم لما لفت على جبريه، ولبنى على حسن، اسوس دخل عضمنا عشان كل واحد كان بيفكر في نفسه بس. صدق يا بنت الشاطره تنفعي تقفي في المحكمه وتقولي الشويتين دول. انت بقى جايه ست هانم تلمي شمل العيله وتعايريني وتقطميني بكم كلمة، مش كده يا أست المحمية؟ أنا أي حاجة عملتها وبعملها وهعملها عشانكم مش عشاني. أنا لقمة عيش صغيرة حلف تقضيني، إنما أنتوا المستقبل قدامكم. أنا حيالله رجل بره ورجل جوه، بس أنتي دوستي على حقك وحق اخواتك. قومي من وشي، قومي من وشي، قومي.